ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أثارت لافتات منتصبة بشاطئ إفري أفوناس التابعة ترابيا لجماعة أمجاو إقليم دريوش الكثير من التساؤلات لدى المصطافين ومعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي. اليافطة تقول أنه يمنع ارتداء لباس السباحة دو بياس بالنسبة للنساء ومنع الموسيقى والدراجات النارية بالنسبة للذكور. اللافتات التي يجهل الجهة الواقفة وراءها أثارت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن شواطئ المنطقة أصبحت وجهة لعدد من المصطافين من مختلف المدن المغربية وكذا أبناء الجالية. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.